في وجهة نظر يبدو عند جماعة الإمارات بأنه هدول السوريين حيطن واطي، منركبه منزور وما حدا بيرد. لا يا غوالي، غلطانين. تصوروا فيديوهات من مناطق الأسد على اعتبار أنه الخوز البيضاء هي الدفاع المدني التابعة للأسد. بالنسبة لموضوع غيث اللي هو عراقي الجنسية، كان يشتغل بقناة الشارقة، عنده برنامج اسمه في الشارقة، اشتغل عليه ونجح للأمانة. بعد فترة صار في مشاكل فنشو، راح أسس شركة إنتاج اسمها خطوة ميديا، واشتغل هذا البرنامج قلب اطمئن، موله أول مرة خيرية الشارقة. يا محمد الفرجاوي، للأمانة قالوا عنك أنك إنسان جيد، ولكن ما تقوم به مخزي، ما تقوم به الآن مخزي. هلأ بده يطلعوا جماعة يقولوا لا، ما هو محمد الفرجاوي، هاي المعلومات مؤكدة، أي حدا بيفوت بيسمع الحلقات تبعه البرنامج القديم بيعرف أنه هو محمد الفرجاوي. ويلي بيقول لا، طيب وين محمد الفرجاوي؟ هو شخصية معروفة وكان له حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعروفة بين العالم، يعني إعلامي. ب 2019 أغلق كل حساباته واختفى، بتحسن تقولوا وينه هلأ؟ طيب هو هلأ محمد الفرجاوي، أنت بتحسن تطلع وتقول أنا ماني غيث الإماراتي وما تم تجنيسي بعد عرض أول موسم من قلب اطمئن؟ يعني هلأ نحن أنت عم تجبرني، يعني مو من واجبي أنا أقول للعالم أنه هذا الشخص المقنع هو محمد الفرجاوي، بس ما قمت به أمر مخزي مستفز لي لكل السوريين. الوضع الطبيعي أساسا في برنامجك أنه أنت تظهر وجهك وتخفي وجه المحتاج، أنت عم تعمل بالعكس تماما، عم تخفي وجهك وبتظهر وجه المحتاج. أنا برأيي هذا له واحد من سببين، أما أنه الإماراتيين خجلانين يقولوا هذا مثل الإمارات هو عراقي وتم تجنيسه سدا للذراع فيما بعد، وأما هن بدو ينسبوا الفضل لألون للإمارات لأولاد زايد، فالمذيع يجب أن يكون مجهول الهوية. وبس هذا اللي بدي أقوله. سلامات.